ولكن الحارس ديدي اوفونو هذه المرة في المكان السليم. بينما الكرة في انطلاقة، الخطورة موجودة هذه المرة في راسل اوفونا، كان الاسرع في الباريس سان جيرمان في الفريق الباريسي. بينما الكرة خطيرة، ممكن جول، ممكن جول، ضاعت من شانير باون. كرة خطيرة لمنتخب تايلاند، تدعي بشكل غريب لمنتخب تايلاند، تدعي بشكل غريب. الأفضلية لتايلاند قوية، يا له من صاروخ، الله على التسديدة من بعيد. يا ولد يا ولد يا ولد، فانتا مرور سليم. شاراتيب، شاراتيب يحافظ على كورتو، ممكن يسدد شاراتيب، فيها راية، فيها راية، وتستلم، تستلم على مونغول، مش ممكن على كرة أخرى. شوف الفرصة اللي اتيحت للمنتخب بكم طبعا هذه البطولة ليعيشوا فيها الأجواء الأوروبية. بينما الكرة هذه فيها خطورة، شاراتيب ضاعت وراحت من التايلانديين. مش ممكن، واللي عندها طبعا سبع مشاركات عبر الأفريكا كاب. بينما الكرة خطيرة لمصلحة منتخب تايلاند، تايلاند ملعوبة مرة أخرى. هذه فرصة، ممكن التسديد، من يخلص تسديدة قوية من نيونغ، نيونغ، نيونغ في المكان المطلوب. يستعيد الكرة، بينارول يعيد الكرة إلى المنتصف، هذه فيها خطورة، فرصة، لكن الحارس موجود، حارس كوين موجود. كرة هجومية للمنتخب التايلاندي، مرور سليم لتيراسيل، عرضية، كرول، كول، ضاعت بشكل غريب. فرصة ضائعة بشكل غريب وعجيب في اللقطة الماضية، يعيد إلى شاراتيب، هذه خطرة، تيراسيل، جول، جول، تايلاند يضيع مرة أخرى، استمرت التايلاند ملعوبة، أميكا، أميكا يسدد كرة خطيرة، فرصة خطيرة جدا على حارس مرمى منتخب تايلاند كاوين. شوف التسديدة القوية والرائعة والجميلة جدا بالنسبة بولوت، يرفع الكرة بالراس، التغطية تايلاندية، وصفرة الحكم تنهي المباراة بتعادل سلبي بين المنتخب التايلاندي والمنتخب الجابوني في هذا المساء. وفي هذه الأمسية الحديث عن قانون كأس ملك تايلاند، هو 90 دقيقة إذا انتهت المباراة بالتعادل، تون سيستعد للضربة الأولى وباليسارية، تيراتون للمنتخب التايلاندي، تيراتون في السلام. يا سلام يا سلام على تسديدة اليسارية الرائعة من تيراتون، الأولى تايلاندي أندري بوكو، أندري يتقدم، يضرب، لا 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 لا، ضاعت يا بوكو، وتعملت كاوين، فرحة تايلاندية، الضربة الأولى. هناك في الدوري الياباني، تيراسيل أمام أوفونو، يا سلام يا سلام على الميي، يتقدم اللاعب الشاب ميي، يضيعها ميي،
رجل المباراة. كوين رجل المباراة. يا له من تصدي رائع. بات. يستعيد بيرابات. يخلصها بيرابات. يضيع بيرابات. يضيع بيرابات وأوفور هذه المرة. يقول استخدم مخك يا رجل. يا طيب وين؟ وبعدين كوين عملاقا وهذه تدعو لي كوين. لمستها كوين. نعم لمستها كوين. 2-1 سجل وضيعت الجابون خلاص. فيليب فيليب يسجل. فيليب رولر يفرح على الصدار. الجابون الان اذا ضيعت بولوت يا بولوت. بولوت اذا ضيعتها خلاص. لا 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 زال في الوقت بقية. الخامسة والاخيرة ولس بقية تايلاندية. 3-2. وأوفونو يتابع. وبانت يتقدم. خلاص خلاص خلاص. مبروك لمنتخب تايلاند الصعود إلى المباراة النهائية. هارتك الجابون. الخسارة مرة أخرى كما حدث قبل سنتين تقريبا أو 3 سنوات هنا في النسخة 46 لكأس ملك تايلاند.